السلام عليكم أعزائنا الطلبة، محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثالثة في جزئها الأول بموضوع مادة انتقال الكتلة Diffusion of Gases. موضوعنا في هذا الجزء من المحاضرة الثالثة هو Diffusion through a varying length of bath. هنا رح نبدأ نتكلم عن الميكانيكية الرابعة حسب تسلسل الميكانيكيات التي تم التطرق إليها في المحاضرات السابقة. تم سابقا شرح الميكانيكية الأولى والثانية، والآن نبدأ بالميكانيكية الرابعة، بعد ذلك نبدأ بالميكانيكية الثالثة اللي هي Diffusion by Convection. لكن في هذه المحاضرة ارتئينا أن نبدأ في الميكانيكية الرابعة قبل الثالثة بسبب أن الميكانيكية الثالثة تحتوي على الكثير من المواضيع المهمة التي يجب التطرق إليها بالتفصيل. الميكانيكية الرابعة هي تتحدث عن diffusion through a varying bath length or a cross-section area. إذن معناتها إحنا هالميكانيكية الرابعة مفصلة إلى جزئين. أول جزء رح نأخذه في هذه المحاضرة هي في حالة تغير طول السائل أو المائع بصورة عامة مع مرور الزمن. عادة أهم بارامتر يمكن أن يحسب في هذه الميكانيكية هي الزمن. الزمن راح نحسبه هو الزمن المفروض يتم حسابه بسبب أو حساب الزمن عند انخفاض السائل. فعادة احنا نطلب حساب الزمن عند انخفاض سائل ما نتيجة الانتشار. نلاحظ أمامنا هنا طلاب، هذا هو شنو أمامنا؟ عبارة عن تيوب، يونيفورم تيوب. هذا التيوب عادة يتكون من سائل، هذا السائل ارتفاعه هو هذا الموجود، هذا هو ارتفاع السائل، هذا هو ارتفاع السائل. السائل موجود في داخل التيوب، مثل ما قلنا التيوب هو يونيفورم تيوب. ارتفاعه عن ارتفاع السائل عن سطح التيوب هذا هو زد نوت. هذا مو ارتفاع السائل، هو ارتفاع السائل عن سطح التيوب. اوكي طلاب، دا يجري فوق السائل هواء بصورة مستمرة، هذا الهواء يعمل على تبخر السائل بمرور الوقت، السائل الموجود في داخل التيوب هو اعتبره اي اللي هو السائل، معناته دا ينتشر. اما السائل اللي دا يعمل على تبخر او المائع اللي يعمل على تبخر السائل اللي هو المطلوب حساب انتشاره هو الاير هنا، او اي مائع ثاني اللي هو بي، مائع بي. عند مرور الوقت نلاحظ بانه ارتفاع السائل انخفض بسبب شنو؟ بسبب انتشار المادة اي، فأصبح ارتفاع السائل هذا بعده عن سطح التيوب هو زد اف، بعد ان كان سابقا قبل الانتشار هو زد نوت. اذا صار عندنا انخفاض بالسائل، مقدار الانخفاض اللي صار بعد مرور فترة معينة من الزمن هو شنو؟ هو ZF ناقصا Z0. أوكي؟ بما أنه السائل إحنا دا نلاحظه هو معرض للجو، فنجي على الضغوط، الضغط السائل، اللي موجود على السطح، هذا هنا PA1. اما الضغط اللي موجود
على سطح التيوب اللي هو يعتبر هذا الضغط اللي جوي هو شنو؟ هو PA2. PA2 اوكي طلاب. اي سائل معرض الى الجو، اي سائل معرض الى الجو، هذا معناته ال PA2، خلوها ببالكم، قيمة ال PA2 حيكون قيمته شنو؟ حيكون قيمته صفر. هاي خلوها ببالكم طلاب، اي سائل معرض الى الجو حيكون قيمة الضغط PA2 هو قيمته شنو؟ صفر. اذا مثل ما قلنا اللي هو الخاصية الثانية او الميكانيكية الثانية، السائل اذا كان معرض الى الجو فمعنى ذلك قيمة الـ PA2 صفر. نجي على الكونستنت، نجي على التركيز. التركيز عادة هو يبقى ثابت، التركيز الكلي يبقى ثابت، لأنه احنا نحكي على سيستم كامل. السيستم الكامل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن أخذ وعطاء. شخصت بي المادة A اللي هي دا تنتشر، وين دا تروح؟ هي دا تروح بالمادة B. إذا ناخذ كسيستم واحد المتكون من المادة A والمادة B، التركيز يبقى ثابت للمادة A. صح هو راح من مكان إلى ثاني، بس احنا دا ناخذ السيستم ككلي، فإحنا ما عندنا فقدان بالتركيز، فالكونستريشن نعتبره ثابت. نجي على المعادلة اللي راح نشتغل عليها. عادة المعادلة راح نشتغل عليها هي نفس المعادلة اللي أخذناها اللي هي الميكانيكية الثانية. نفس المعادلة هي للميكانيكية الثانية، هاي المعادلة طلاب. هاي المعادلة للميكانيكية الثانية ليش أخذتها؟ لأنه المادة A الموجودة داخل الأنبوب هي دا تنتشر في المادة B، بس المادة B اللي مسببة للانتشار ما تنتشر بالمادة A. الهواء اللي هي المادة B ما تنتشر بالمادة A، فقط المادة A هي دا تنتشر بالمادة B، وبالتالي راح ناخذ خاصية الميكانيكية الثانية. هذا هو القانون اللي نستخدمه، نستخدم نفس القانون لحساب الفلاكس، لحساب معدل الانتشار، لحساب معدل التبخر اللي هو قيمة منو؟ قلنا هو قيمة الـ NA. قيمة منو حيكون؟ هو قيمة الـ NA. الـ NA الموجودة هنا، هاي الـ NA، الموجودة هنا، احنا شنو الفائدة من هذا الموضوع؟ هو حساب شنو؟ احنا نحسب الزمن، بس حسب القانون الموجود هنا ده اللحظة بانه هو الزمن ما موجود، الزمن ما موجود ضمن هذا القانون. فشلون احنا نقدر هسه نحول القانون اللي هو لحساب الفلكس بالنسبة للزمن؟ ايش قلنا احنا ماخذين سابقا الـ NA شي يساوي لنا على مود نظهر قيمة التايم الزمن. الـ NA شي يساوي لنا؟ الـ NA يساوي لنا U مضروب في الكونسنتريشن، السرعة للمادة دا تنتشر مضروبة في التركيز. السرعة المادة دا تنتشر سرعتها عادة هي سرعة نقدر نعبر عنها بغير صيغة اللي هي المسافة على الزمن. السرعة شي يساوي لنا؟ المسافة على الزمن، مقدار تغير المسافة بالنسبة للزمن. أوكي؟ والكونسنتريشن شي يساوي لنا؟ الكونسنتريشن يساوي لنا الكثافة على الوزن الجزيئي، الكثافة على الوزن الجزيئي. فإذا هاي اللي حكينا هسه عليهن، أذني الاثنين، هذا هو يعبر لنا صيغة ثانية عن من هو؟ أذني الاثنين، صيغة ثانية عن الـ NA، عن الـ NA. راح ناخذ أذني الاثنين، وين نعوضها؟ نعوضها هنا. فصير المعادلة بغير صيغة، وصير المعادلة راح يظهر لنا حد التايم، حد الزمن اللي أنا أريده بهاي النوع من الميكانيكيات. من أبدي أعوض طلاب قيمة الـ U والـ Concentration في المعادلة السابقة، راح تظهر عندي هاي المعادلة بهالصيغة هاي. فمن ظهرت لاحظنا بأنه قيمة حد التايم ظهر عندي اللي هو الموجود هنا بالأسفل.
اللي هو موجود هنا بالأسفل. فهاي المعادلة ايش راح أسوي بيها؟ راح أصير عندي variable separation وراح نحاول نكاملها. الـ variable separation بأنه حد التايم اللي احنا تطرقنا إليه طلاب نخليه بالطرف الثاني من المعادلة ونبقي الزت ونقلبها للمعادلة. حدود التكامل مالتي حيكون هو من قيمة بالنسبة للتايم من قيمة الصفر إلى تي، وبالنسبة إلى الزت حيكون هنا حدود التكامل من زت نوت إلى زت اف. أقصد بها هنا الزت نوت اللي هو ارتفاع السائل عن سطح التيوب أو أي سطح أي وعاء يحتوي به هذا السائل هو زت نوت عن حد التكامل النهائي اللي هو ارتفاع السائل عن سطح الكونتينر او سطح التيوب اللي يحتوي به هذا السائل بالزمن اللي انا اريده. يعني هذا الزمن هنا راح يحسب لي اشقد احتاجية زمن للوصول الى الارتفاع الزد اف اللي هو راح ينخفض به سطح الماء الموجود بالوعاء اللي يحتويه نتيجة حدوث الديفيوجن. فهذا هو طلاب المعادلة اللي احنا راح نحتاجها لحساب الزمن. اذا المعادلة هي ياهو، هاي المعادلة طلاب هي لحساب الزمن، هاي المعادلة هي لحساب الزمن اللازمة لوصول او انخفاض في ارتفاع السائل الموجود في الوعاء اللي موجود بذلك السائل. المعادلة هاي نحتاج الدنسيتي، نحتاج الوزن الجزيئي للمادة اللي دا تنتشر، الار والتي هي ثوابت، الدي اي بي ايضا هو ثابت، البي بي ام اللي هي لوج المين بارشل بريشر للمادة اللي هي عادة اللوج المين بارشل بريشر هو اللي نحتاج البارشل بريشر للمائع الثاني اللي هو المادة بي. للأسفل بالمقام التوتال بريشر بي اي واحد ناقص بي اي اثنين هو البارشل بريشر للمادة المنتشرة مضروبة في تكامل الزت دي زت وحدود التكامل زت نوت الى زت اف اللي هي الاختلاف في ارتفاع السائل من بداية حدوث الانتشار الى ما نريد الزمن اللي احنا نحدده او اللي احنا نحتاج الوصول اليه. هاي اللي احنا اللي حصلنا هاي المعادلة طبقنا الميكانيكية الثانية اللي هي معناتها انتشار المادة اي ضمن سيستم مفتوح نتيجة تأثير المادة بي اللي هي ما راح تنتشر بالمادة اي. الهومورك المطلوب من عندكم طلاب، الهومورك المطلوب هي استخدام او حساب ايضا الزمن اللازم للانتشار المادة بس بيا حالة بيا ميكانيكية. الميكانيكية الاولى في حالة حدوث انتشار المادة A في B وأيضا المادة B تنتشر في A اللي هو يكون ضمن نطاق الكلوز سيستم. مع ذلك الميكانيكية اللي هي الميكانيكا الأولى اللي تدعى بالإكويمولار كاونتر ديفيوجن. إكويمولار كاونتر ديفيوجن. سلايد طلاب، نأتي إلى نهاية الجزء الأول من المحاضرة الأولى. إن شاء الله نكمل بقية الموضوع في الجزء الثاني، والسلام عليكم.